مرحبا مشاهدينا الكرام، عدنا مجددا معكم في حلقة صباح الشارقة، ووصلنا إلى الفقرة النفسية. تختلف درجات اعتماد البشر على بعضهم البعض، البعض يعتمد بشكل مبالغ على الآخرين، والبعض يميل إلى الاستقلال عن الآخرين والاعتماد على النفس. فهل لذلك منشأ وراثي أم أن هنالك يعني التربية تلعب دور في هذا الموضوع؟ بنتعرف أكثر مشاهدين الكرام على نمطين من أنماط الشخصية، وهي الشخصية الاعتيادي أو الاعتمادي أو والتجنبي أيضا، والمقارنة ما بينهما من خلال ضيفتنا في الاستوديو الدكتورة هبة شركس، مستشارة نفسية وخبيرة أسرية في أكاديمية آسيا. صباح الخير دكتورة هبة. حياك الله. مرحبا بك في صباح الشارقة، وتشرفي نحن نتشرف بوجودك. إذا ما تكلمنا عن شخصيتين، عن الشخصية اللي هي الاعتمادية والشخصية أو الاعتمادي والتجنبي، توضيح في البداية ما هي الشخصيات هذه؟ خلينا نتفق في البداية على قاعدة ننطلق منها، إن الإنسان عنده احتياجات نفسية متنوعة، وإن التوازن بين الاحتياجات دي هي اللي بيخليه شخصية سوية. ومن المقارنة ما بين الشخصيتين دول هنتكلم على التوازن ما بين الاستقلالية والاعتماد على الذات والانتماء والتكامل مع الآخر. هم دول الحاجتين اللي لازم يحصل بينهم توازن. كل إنسان في الدنيا محتاج لمساحة من الاستقلالية، لازم يبقى مستقل في جزء من حياته، ولازم يكون معتمد على نفسه في بعض الأشياء وبيأديها بنفسه بمفرده تماما، وده بيديله ثقة بنفسه وبيديله قدرة على الإنجاز وبيديله شيء من الحرية النفسية. أيوة. وبيديله يعني مساحة من إن هو يكون بيعيش بالشكل اللي هو يرضيه هو شخصيا عن نفسه، يكتشف ذاته أكتر ويكتشف قدراته أكتر وأكتر. وفي على الجانب الآخر أو على كافة الميزان الأخرى، إن الإنسان بيحتاج يتكامل، لأن هو كائن اجتماعي بطبعه، فبيحتاج يتكامل مع الآخرين، بيحتاج يحس بالانتماء، انتماء للوطن، انتماء للأسرة، انتماء لعيلة، انتماء لزوجة، انتماء لأبنائه، انتماء حتى للعمل اللي هو بيشتغل فيه، بيحتاج لهذا الانتماء وهذا التكامل. لو الإنسان احتياجه للانتماء زاد وطغى على رغبته في الاستقلال، هنا بيتحول لشخصية اعتمادية وشخصية بتدوب في الآخر. أيوة. ويبدأ دوبانه داخل الآخر، وكمان اعتماديته على الآخر، وأن الشخص اللي قدامه ده يكون هو مصدر للحب والمشاعر والأمان وكل حاجة، ده بيخليه يفقد استقلاليته. أيوة. ويفقد توازنه النفسي، يتحول لشخصية اعتمادية. لكن لو طغى الاستقلال على الإنسان وبدأ يبقى حاسس ان هو مش محتاج لحد، وحاسس انه يقدر يعمل كل حاجة بنفسه، وبدأ يشتغل على ده وينمي ده وينمي مهاراته ان هو يستقل عن كل حاجة، فهو فعلا بينعزل عن الآخرين. وبيبقى عامل زي بقعة الزيت اللي بتطفو على سطح. أيوة. الماء. يعني لازم يكون في توازن بين الشخصية ما بين هذه الجوانب جوه. أيوة. الشخص الواحد لما بتتوازن الشيء من الانتماء مع شيء من الاستقلال جوه الشخص الواحد في حالات وفي أوقات مختلفة، بيبدأ الشخص ده يبقى شخص سوي جدا وطبيعي جدا. عنده قدرة على الإنجاز بروحه، عنده قدرة أنه هو يمتع نفسه بنفسه. حلو. لو قعد فترات لوحده. عنده قدرة أنه هو يقعد فعلا فترات يتأمل يتصالح مع ذاته، وفي نفس الوقت عنده طاقة اجتماعية أنه هو يتكامل ويتراكم مع الآخر. لو نظرنا نظرة عميقة جوه الحياة الزوجية، ولقينا أن مثلا أحد النمطين دول موجود داخل أسرة ما، بنشوف قد كده كم المشاكل اللي بتكون موجودة جوه الأسرة دي، سواء كانت اعتمادية أو تجنبية. كلا الشخصيتين بيسبب مشاكل داخل الأسرة. خلينا نبدأ بالتجنبية. اللي هو عامل زي بقعة الزيت اللي بتطفو على سطح العلاقة مثلا الزوجية. إيه اللي بيحصل؟ كتير من الرجالة بياخدوا هذا النمط وبيبدأ يستقل بشكل كبير جدا. ومش عارف يندمج ومش عارف يدوب وينصهر مع الكيان الأسري. ليه؟ لأن الراجل بيبقى قاعد سنين طويلة يحارب من أجل الاستقلالية. يعني من هو مراهق بدأ يحاول أنه هو يستقل وعاش فترة طويلة مستقل، فيجي في الحياة الزوجية مش عارف ينصهر ومش عارف يندمج. فاللي بيعمل بيشكل زي بقعة من الزيت فوق العلاقة الزوجية اللي هي هنمثلها بالمية، بيخنق العلاقة دي.
وبيبدا الطرف الثاني يبقى حاسس ان كانه مش كانها مش متجوزه مثلا. ايوه بتدي الكثير من المشاكل. فبيحصل مشاكل كتير طبعا. ليه؟ لانه مش عارف يندمج ومش عارف يحسس الطرف الاخر انه بينتمي له، مش عارف يحسس الكيان الاسري انه بينتمي له. ده جانب. طب تعالي نشوف الطرف الاخر اللي هو بيدوب تماما في العلاقه الزوجيه مثلا، ويبقى خلاص هو اعتماده مصدر سعادته ومصدر الهامه ومصدر سعادته يعني انطلاقه وحيويته وكل انشطه حياته عايز يعملها من خلال هذه الاسره او من خلال شريك الحياه ده. صحيح. طبعا بيبقى شخص مرهق جدا. ايوه. وكمان يعني كمان بيكون شخص متعب يعني. بيبقى شخص خانق. نعم. يعني بيجي مثلا لو الزوجه مثلا بتمثل هذا النمط، بيجي الزوج يقول هي مش بتحبني، هي عايزه تمتلكني. هي عايزه كل حاجه من 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 طرف الزوج. فالشخصيه الاعتماديه شخصيه صعب التعامل معاها، لان هي محتاجه كتير من الرعايه، لانها بتعتمد ان هي تاخد كل احتياجاتها من مصدر واحد. أيوة. طيب دكتوره، يعني هذه الصفه وهذا النمط من الشخصيات وهذا النمط من الشخصيات، عامل هذا اشكال، عامل اشكال وهذا عامل اشكال، احنا كيف ممكن التوازن؟ كيف انا ممكن مثلا اكشف نفسي انا مثلا نمطي كذا من الشخصيه، وكيف انا ابدا اعمل هذا التوازن؟ طيب. يعني هو في عندنا كده بعض الأسئلة ممكن كل إنسان يسألها لنفسه ببساطة وإجاباتها ممكن تدلنا. هل أنا بعرف أستمتع وأنا قاعد لوحدي؟ بعرف أمتع نفسي بنفسي؟ هل أنا عندي دايما ببحث أن يكون في عندي مساحة من حياتي أكون أختلي بيها مع ذاتي؟ لو كانت عندك إجابة من الإجابات دي نعم، يبقى أنت عندك مساحة من الاستقلالية. لكن لو كانت الإجابات لا، فأنت بالتأكيد شخصية اعتمادية وما بتقدرش أن أنت تعمل حاجة. هل قادر على إنجاز أي عمل بمفردي تماما، أن أنا أقعد أرتب وأخطط وأعمل وأخرج؟ أيوه. يعني أكمل عمل كامل بمفردي تماما؟ لا، أنا أن أنا مستقل. لو كانت الإجابة أن دائما أنا بستقل ودائما أنا عايز أكون بمفردي، بتخذ قرارات بمفردي، ما بشركش. أيوة. حد، ما بحبش أشاور لأن الشورى بتلخبطني أكتر ما بتدعمني، أو بتخليني غير قادر على اتخاذ القرار. دايما باخد قراراتي بمفردي، دايما بنجز أعمالي جميعها بمفردي. نعم. بستمتع أكتر لما أكون بمفردي. إذن أنا بالغت في الاستقلالية. أيوة. وبدأت أن أنا أتحول إلى شخصية تجنبية، مش عارف أندمج ومش عارف أتكامل، مش عارف يميل للإنعزال أكثر شيء، بيميل للانعزال، بيميل ان هو يكون لوحده. طب ايه منشا الكلام ده؟ يعني انت سالت سؤال جميل في البدايه، هل هو وراثي ولا هو ناتج عن التربيه؟ او ممكن البيئه او المجتمع ياثر في شخصيه الفرد او الشخص؟ اكيد اكيد، هو طبعا العاملين مع بعض. نعم. يعني هو عامل وراثي زائد عامل اجتماعي زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي. فالعامل الوراثي هو في شخصيات اصلا منفتحه تحب يبقى عندها علاقات كتير وتحب التكامل وبتبقى في يعني اعلى وافضل حالات الطاقه عندها لما بتكون في وسط مجتمع. وفي شخصيات تانية متحفظه، مش انعزاليه لكن متحفظه، بيميل ان هو يكون له صديق او اتنين، علاقاته تبقى محدوده بس علاقاته تكون عميقه. يعني يحب علاقات محدودة بس تكون هذه العلاقات عميقة. لو صادف أن شخص مثلا متحفظ وكمان اتنشأ تنشئة بتزود عنده موضوع الاستقلالية ده، هو ده اللي بيتحول لشخصية انعزالية أو ينفصل عن المجتمع. ولو صادف أن شخص من الاجتماعي اللي بيعتمد على الأصدقاء وبيتكامل، بدأ يعني فعلا يكون بيندفع دايما بيتربى على أنه هو يعتمد على حد من الرعاية الزيادة من الأهل. أيوة. من مثلا الاهل ما بيحملوش اي مسؤوليات، ان هم دايما خايفين عليه، فطبعا ده بيتحول في الاخر لشخصيه اتكاليه. أيوة. او شخصيه. نعم. اعتماديه. نعم. طيب دكتوره، هل مثلا يصح او يقدرون يتعاملون او يتوافقون مع بعض اذا كان الرجل والمراه واحد اعتمادي واحد تجنبي؟ يعني والله بتبقى اكبر مشاكل بقى يعني كل المشاكل. في واحد نمط من الاثنين دول موجود داخل الاسره، بتبقى الاسره مليئه بالمشاكل. لكن لو طبعا النمطين دول موجودين، يعني انت متخيل انسان ما بيعرفش يتنفس غير وشريك حياته معاه، ده الشخصيه الاعتماديه. ممكن يساعدون بعض، يعني هذا يعتمد على الشخص الثاني ويتكل عليه، وهذاك مثلا الشخص الثاني لو هو شخص مثلا معطاء او ان هو الراعي، قلنا ان مثلا الشخص الاعتمادي ده يناسبه ويعيش معاه قوي الشخصيات المتسلطه. نعم. الشخصيات اللي بتحب تقدم الرعايه. نعم. بشيء من ممزوجه بالسلطه، يعني أيوة. الرعايه اللي ممزوجه بالسلطه دي تناسب الشخصيه الاعتماديه. نعم. وانا ليش سالت هذا السؤال؟ لان ابغى اوصل نقطه، يعني ان اليوم من أهم ما يجب على الإنسان أن يوعى له أنماط الشخصيات. يعني أنا كشخص إذا يوم الأيام أبغى، أكيد أنا بدخل في مجالات أصدقاء، في مجالات مثلا العمل، في مجالات الدراسة، في مجالات علاقات زوجية مثلا،
شو يعني درجة أهمية أني أنا أفهم أنماط الشخصيات على أساس أني أنا أقدر أنا أتوافق مع البيئة اللي تحوط فيني يعني؟ لو طبعا سؤال جميل جدا. بالنسبه لان انا اعرف ان انا لو شخصيه مبالغ في الاستقلال بيكون بيعمل مشاكل كتير جدا في العمل، لان هو لا يستطيع العمل في وسط فريق. صحيح. هو عايز بس يصدر القرارات لوحده وعايز يشتغل لوحده، وبالتالي ما بيعرفش يتعاون مع فريق العمل، فبيبقى عنده طبعا مشاكل. فطبعا الانسان لازم يعرف انماط الشخصيات دي ويدرس عنها. يعني احنا بنقدم دورات في بانماط الشخصيات، سواء الدورات اسريه او دورات في مجال العمل، لان احنا لازم نعرف الانماط دي. صحيح. ولازم نعرف ازاي كل نمط من دول ايه المهارات اللي ناقصاه. صحيح. ونبدا ان احنا نديله هذه المهارات بما يتناسب مع المكان اللي بنقدم فيه. يعني داخل الاسره ازاي يشارك اسرته، داخل العمل ازاي يشتغل. صحيح. في وسط فريق علشان يصلح من المشكلات اللي عنده. الشخصية الاعتمادية برضو داخل العمل دايما تلاقيها بتدور على إدارة متسلطة تستخبى تحتها. أيوة. نعم. يعني بيحب يعني حد غيره يتخذ القرار، بيحب حد غيره دايما يبقى هو اللي بيرعاه وبيتحمل حتى مسؤولية أخطاءه. أيوة. طبعا موضوع موسع نتكلم إن شاء الله فيه في الحلقات الجاية. يعطيك الصحة والعافية، شاكرين لك تواجدت معنا. إذن مشاهدينا كل الشكر والتقدير للدكتورة هبة شركس، مستشارة نفسية وخبيرة أسرية في أكاديمية آسيا، على هذه المعلومات القيمة والمفيدة. مشاهدينا ناخذ فاصل، من بعدها نرجع في صباح الشارقة. تريونا.